هل هي يعني يسرت لك أم أنت اخترتها؟ إيش رأيك أنت؟ يعني الزوجة أنا اختارها. أيوة أحسنت، لأنه لماذا شرع الله الطلاق؟ حتى أيوة لأن اختيار، لأنه أنت باختيارك. حتى أضرب لك مثل، الناس لا تفرق بين ميسر ومخير. يعني أنت تختار المرض؟ لا ما تختار المرض، أنت إذن قدر عليك المرض. تختار الغنى؟ ما تختار، قدر عليك الغنى صح. لكن لو سألتك الآن وأنا على الهواء أين الوالد، تقول لي والله الوالد في العمل. أقول لك أنت أجبرت الوالد على الذهاب على العمل أم أنت تعلم؟ تقول لا أنا أعلم. والله عز وجل لما كتب القدر، لما كتبه لم يكتبه من باب الإجبار على الخلق، وإنما كتبه سبحانه وتعالى بعلمه. علم؟ يعني علم أن فلان سيتزوج فلانة باختياره. واضح أخي؟